عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي انطلاقاتنا، محبي رياضتنا العربية الأصيلة، شوطنا التاسع في مجموعة الأشواط ينطلق للأبكار محليات الأصايل، وأيضا يعتبر شوطنا الثالث للأبكار محليات الأصايل في مجموعة الأشواط. هنا أيضا أعزائي المشاهدين، وهذا ايضا التوزيع دائما ياتي من اللجان العليا لسباقات الهجره العربيه الاصيله، وبرامجنا في هذا الصباح هنا ايضا 10 اشواط لسن لقايه و6 اشواط لسن الاذاعه. المقدمه في هذه اللحظات نسير مع فلك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري، من يقدم لنا فلك بين المركز الثاني حشمه سلطان بن حمد بن غفان على خيلي، والمركز الثالث وصول وتقدم هنا ايضا من العفريت علي بن الصغير بن علي بن يزرب العامري، وايضا التقدم هناك من سراب ابراهيم بن سالم بن راشد المنصوري، من ياتي بانطلاقه سراب في هذا الانطلاق وفي هذا المسار هنا ايضا، وانطلاقاتنا وتحدياتنا الجميله الحبيبه العثه بالخزع بالعثه العامري، وايضا تقدم من بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري، وايضا القادمه حشمه او هناك الظبيه راشد بن سليمان بن حمد الشامسي. هكذا نتيجتنا، وهنا ايضا المسك لسيد ساري بن معيوب بن محمد المنصوري، من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هكذا النتيجه في هذا الانطلاق بقياده فلك، بقياده فلك على المقدمه مع المركز الاول على صدارة هذا الشوط، مع ايضا التحدي الجميل والانطلاق المميز في هذا الانطلاق في هذا ايضا المسار، والتحية المستمرة دائما لهذه الانطلاقات المثيرة والتحديات المميزة في هذا الشوط. مباشرة نسير الى المقدمة في هذا ايضا الانطلاق، نسير الى المركز الاول فلك سلطان بن غالب راشد المنصوري، وهناك ايضا بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري، وايضا حشمه سلطان بن حمد بن غفان على خيلي، وايضا نرى شعار بن عور يقدم لنا بيان مبارك بن محمد بن مبارك بن عور على خيلي. هكذا
النتيجة. هكذا أيضا المسار وأيضا التحية المستمرة في هذا أيضا أيضا الملتقى الجميل والمميز في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا أيضا الانطلاق الجميل العفريت. العفريت من تتقدم هنا علي بن الصغير بن علي بن أزرب العامري وأيضا السرابة السرابة وإبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري يتقدم شعار بو سالم في هذا أيضا المسار وفي هذا أيضا الانطلاق المميز بانطلاقة السرابة هنا أيضا في هذا الشوط. هكذا النتيجة وهكذا المسار المميز في هذه اللحظات. على البداية والمقدمة شعار بو محمد من يتقدم على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذا أيضا المسار. ياهو تحدي وإثارات جميلة منطلقة باحثة عن الناموس، منطلقة باحثة عن البداية الأولى على الصدارة الأولى مع المركز الأول. الله يا سلام يا سلام. المركز الثاني القادمة هناك العفريت علي بن الصغير بن علي بن أزرب العامري وأيضا حشمة سلطان بن حمد بن غفان الخيلي. وهنا بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري يقدم لنا بحور، وسرابة الواصل إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري يقدم لنا سرابة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والانطلاق الجميل بقيادة من؟ بقيادة بيان. بقيادة بيان على المقدمة، بيان على الصدارة الأولى. وصلنا إلى الكيلو متر الأخير والخطير والمثير هنا في هذا الانطلاق في هذا أيضا المسار. بيان 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 على البداية، بيان على الصدارة مع المركز الأول في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز. المركز الثاني هذه العفريت علي بن الصغير بن علي بن يزرب العامري، بينما المركز الثالث السراب إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري. وأيضا هناك أيضا الوصول من شعار بن عيد يتقدم، ولكن أشوف الهبيب العثة بالخزع بالعثة العامري أهالي مصانع الجنوب بل يتقدمون في هذا أيضا الانطلاق الجميل. ولكن البداية على البداية والمقدمة. الله يا بيان، الله الله يا بيان. بيان على المقدمة سرابة 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 هنا عادت سرابة على المركز الثاني. إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري يقدم لنا سرابة في هذا أيضا الانطلاق. ولكن بيان بيان عصاها في الأبطان، بيان عصاها في الأبطان من تتقدم على الصدارة مع المركز الأول بصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هذه بيان. تهانينا والناموسك يا أبو محمد، وسلام إلى أهالي الخزنة. سلام بدون أوامر ولا شبه أوامر على إطلاق. تهانينا ولحظات الوصول العبور إلى خط النهاية. ثانيا هناك سرابة إبراهيم بن سالم المنصور المركز الثالث. هنا أيضا القادمة والواصلة شعار، هنا أيضا علي بن عبيد بن عيد المنصوري، هنا عم بالفعل مع بحور. تهانينا والناموس. توقيتنا الزمني 8:13 ثانية والوفاء يتبع المركز.